السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في برنامج العاشرة. دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة التصعيد العسكري في بنغازي، وأشارت إلى أن توقيت هذه الضربات الجوية يهدف بشكل واضح إلى تقويض الجهود المستمرة لإنهاء الصراع. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عدد من المشاركين في جلسات الحوار بسخيرات أن البعثة الأممية ستقدم نص اتفاق سياسي معدل لجميع الأطراف، مؤكدين أن الأجواء توحي بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي. فكيف ينظر أطراف الحوار إلى تمسك المجتمع الدولي بالحل السياسي في ليبيا كخيار وحيد؟ وما تأثير التصعيد العسكري في بنغازي على سير عملية الحوار؟ وما أبرز التعديلات التي ستدخلها البعثة الأممية على المسودة الجديدة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتنازل الأطراف لإنجاح الحوار السياسي لتكون هذه الجولة هي جولة المسودة الأخيرة؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر حويلي، وعبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، وعبر الهاتف معنا من الصخيرات العضو المستقل المشارك في جلسات الحوار نوري العبار، وعبر سكايب من باريس معنا الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل. أرحب بكم جميعا. وقبل البدء في الحوار نشاهد هذا التقرير الذي يضعنا في صورة آخر التطورات التي شهدها مسار الحوار السياسي. الحل العسكري ليس خيارا متاحا، والحل الوحيد في البلاد يكون ضمن إطار الحوار السياسي الجاري حاليا. هذا ما أكدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ردها على التصعيد العسكري الذي تشهده مدينة بنغازي. البعثة دانت أيضا هذا التصعيد، وأشارت إلى أن توقيته يهدف بشكل واضح إلى تقويض الجهود المستمرة لإنهاء الصراع في البلاد. في سياق آخر أعلنت البعثة الأممية أنها تعد لاتفاق سياسي معدل إضافة إلى مقترح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية تمهيدا للتصويت عليه، الأمر الذي أكده العضو المستقل المشارك في جلسات الحوار موسى الكوني، الذي أشار إلى أن البعثة أبلغتهم أنها ستوزع مسودة جديدة تشمل تعديلات مقبولة حسب البعثة. سيتم توزيع علينا التعديلات التي أدخلت على آخر تعديل من قبل المؤتمر الوطني، يقصد الملاحظات التي أتى بها المؤتمر الوطني، قام بسيد برلاندينو بإضافتها بشكل أو بآخر وقال ليست ذات أهمية وبسيطة وممكن التوافق بشأنها. أول يوم تم الاتفاق على هذه الورقة سنبدأ في مناقشة الأسماء. تطوراتنا سبق اجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون يوم السبت في صخيرات مع وفد المؤتمر الوطني العام للحوار، جرى خلاله مناقشة ملاحظات المؤتمر الوطني على المسودة الأخيرة التي قدمتها البعثة في الجولة الماضية. في المقابل قام مجلس النواب بإدخال تعديلات على ملاحق الاتفاق الستة المتمثلة في رئاسة حكومة الوفاق وأولويات هذه الحكومة والقواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة وتعديل الإعلان الدستوري و إدارة السياسة المالية والأصول المالية، إلى جانب ملحقة ترتيبات الأمنية. ورغم عدم تمكن البعثة الأممية من إقناع أطراف الحوار بتوقيع الاتفاق النهائي في التاريخ الذي حددته، إلا أن أجواء التفاؤل ما زالت قائمة في صخيرات، لا سيما بعد تأكيد عدد من المشاركين في جلسات الحوار قرب إعلان مسودة الاتفاق بشكلها النهائي. أبدأ معك سيد حويلي، كيف تلقيتم في المؤتمر إدانة البعثة الأممية للتصعيد العسكري الأخير في بنغازي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المؤتمر الوطني العام استنكر استنكارا شديدا التصعيد العسكري في بنغازي وأيضا في الكفرة، هناك اشتباكات كثيرة وهجوم على كفرة من ثلاث محاور. والحقيقة طلب الرئيس المؤتمر الوطني العام رسميا من فريق الحوار أن يعلق الحوار من أجل إلى أن نرى رد المجتمع الدولي والبعثة المتحدة على هذا التصعيد العسكري الذي لا يصب في صالح الحوار واتجاه إلى الحل السياسي وليس الحل العسكري، إنما نرى في هذا التصعيد العسكري إنما هم يحاولون كسب الوقت في هذا الحوار ومن أجل أخذ مكاسب على الأرض وفرض شروط معينة. طيب تابعنا هذا يوم الأمس سيد حويلي وعذر المقاطعة، لكن سؤال حول
موقف المؤتمر الآن بعد أن صدر رد من البعثة أو صدر بيان من البعثة تقول فيه أو تدين فيه بالتحديد التصعيد العسكري في بنغازي، وتقول أيضا بأن توقيت الهجمات يشير إلى رغبة واضحة في عرقلة مسار الجهود المبذولة للبحث عن حل سلمي؟ طبعا هو المؤتمر ما زال مستمرا في الحوار بعد هذه الإدانة الصريحة من بعثة الأمم المتحدة وكذلك من بعض سفراء الدول الراعية للحوار في أسخيرات، لذلك استمر المؤتمر الوطني العام وبدأ في ما زال ينتظر في الردود الفعلية من بعثة الأمم المتحدة على ملاحظات المؤتمر الوطني العام التي نرى أن يجب تضمينها في هذه المسألة. نعم. طيب ريثما يتم تأمين الاتصال مع السيد جبل الشيباني الذي لم نتمكن من تأمين الاتصال معه حتى الآن، أذهب إليك سيد العبار وأسأل حول رأيك في مسألة قدرة الأطراف على مواصلة الحوار وتفويت الفرصة على الخيار العسكري الذي ينفذ في بنغازي الآن. سيد نوري العبار، نعتذر بالتأكيد عن رداءة الاتصال مع السيد نوري العبار في السخيرات، والمشكلة من المصدر بالتأكيد حتى يتم أيضا إصلاح هذا العطل الفني. أذهب إلى السيد حسين جيدل، وسيد جيدل أسأل ربما حول يعني تصميم المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة والبعثة الأممية ومن وراءها بالتأكيد المنظمة الأممية على أن الخيار الوحيد لحل الأزمة في ليبيا لابد أن يكون سياسيا، هل ترى أن الأوضاع تمضي فعلا نحو هذا الخيار أو تؤكد فعلا على هذا الخيار؟ نعم بالطبع، هذه قناعة اقتنع بها المجتمع الدولي منذ مدة رغم أنه تلكؤه في الضغط على الأطراف لتصل إلى حل، لا حل عسكريا في ليبيا، ولا يمكن لطرف أن يعزل الطرف الآخر، وبالتالي الحل سياسي والحل توافقي. وقد رأينا تصريحات بعثة الأمم المتحدة ولكن المجتمع الدولي، قرأت البارحة فقط في جريدة لوموند الفرنسية تصريح وزير الدفاع الفرنسي الذي يؤكد على ذلك ويرى أن هناك أملا في الحصول في توافق يتم بموجبه التعامل مع حكومة ليبية لها شرعية تساعد الدول الأوروبية في محاربة التجار الهجرة ومحاربة الهجرة غير النظامية. إذن المجتمع الدولي، نعم هناك إرادة واضحة وهناك تصريحات من دول أوروبية لوحت بكل وضوح بأن من يعرقل عملية الحوار سيتعرض لعقوبات، سنرى كيف. طيب ايضا سيد جيدل، البعثه وعذر المقاطعه، البعثه ايضا اشارت الى ان الهدف من التصعيد في هذا التوقيت بالذات برايها هو تقويض جهود انهاء الصراع بشكل سلمي. ما الذي يعني هذا النص تحديدا في بيان البعثه في هذا اتهام واضح بان جنرال حفتر لا يريد حلا سياسيا ويريد أن يفرض نفسه على ليبيا ويريد أن يفرض الحل العسكري الذي فشل في الوصول. طيب إليه في هذه الحالة، لماذا لا توجه هذا التعبير البعثة الأممية، لماذا لا توجه هذا المعنى بشكل صريح ودقيق؟ نعم، هذه تعبيرات الدبلوماسية وعلى الذين يتابعون الشأن الليبي أن يعرفوا ذلك، ولكن لا ننسى أن جنرال حفتر يبسط أيضا مثل ما قلت على قناتكم قد انقلب، قام بانقلاب على الإخوة في طبرق، فهي تريد ألا تزيد في الطين بلة وأن يأتي الممثلون السياسيون في طبرق للتوقيع الاتفاق. طيب. حفتر ليست له أي تمثيلية سياسية، فهو عسكري وقد فرض نفسه على جماعة طبرق والكل يعرف ذلك، وهو الآن يحاول بشتى الوسائل تقويض هذه العملية. طيب ما زلنا فقط نحاول تأمين الاتصال مع السيد جبل الشيباني عضو
مجلس النواب للمشاركة في النقاش في هذه الحلقة، لأن كثير من الجزئيات النقاش التي تطرح لها علاقة بشكل أساسي بمجلس النواب. على كل، أعود إليك سيد نور العبار، وكنت قد طرحت سؤال حول قدرة الأطراف على مواصلة الحوار السياسي وتفويت الفرصة على الخيار العسكري الذي ينفذ الآن في بنغازي. بداية ست المساء والمشاهدين والضيوف الكرام. نعم. حقيقة نعم. حقيقة الآن يعني وصلنا إلى مرحلة تعد المرحلة النهائية في هذا الحوار الذي استمر لشهور طويلة. ففي اعتقادي أن السياق النظر فيما تم في مدينة بنغازي، مدينة بنغازي ليس جديدا عليها، هي جريحة وتذبح من شهور ماضية، وما نحن فيه الآن ينبغي أن لا يشغلنا على ما يحدث على الأرض. لا أرى أن الأطراف ينبغي أن تتخذ ما تم ذريعة لتعليق أو الخروج من الحوار. الحوار هو لإنهاء الأزمة، فإذا كان المتحاورون هنا يستجيبوا لتطورات أي أزمة في أي طرف في أي اتجاه، يعد ذلك إجهاض لكل ما تم التوصل إليه، وتوصلنا إلى درجات كبيرة جدا من التوافق ينبغي أن لا يتم الإغضاء عنها. نريد بهذا الحوار أن نفوت الفرصة. هناك مشاريع عدة في الشرق وفي الغرب تحاك، ينبغي أن يكون الليبيين على دراية ويقين بأن الحوار سيفوت الفرصة على كل هؤلاء الأطراف. ينبغي أن نتمسك به، ينبغي أن نصل به إلى نهايته، ولكن أن نتخذ ذلك ذريعة. طيب، بنغازي ليس جديدا عليها القصف، واضح، فينبغي أن لا يتخذ ذلك ذريعة. سيد جبل الشيباني، إذا كنت تستمع إلي الآن، أبدأ معك بالسؤال حول موقف مجلس النواب من إدانة البعثة الأممية للتصعيد العسكري في بنغازي الذي تشنه قوات عملية الكرامة، والتي كان مجلس النواب قد تبناها وأكد في أكثر من مرة أنها قوات تابعة له. نعم، هو حقيقة مجلس النواب اجتمع اليوم، أي اجتمعت اللجنة البرلمانية لمتابعة ونحن الآن في شبه اجتماع. نعم، يعني انفض هذا الاجتماع قبل 5 دقائق. أصدرنا بيان أدلنا فيه البيان أو شجب السيد اليون للتصعيد، ما أسماه بالتصعيد العسكري في مدينة بنغازي. ونحن في النواب نرى أن الجيش الليبي يقاتل الجماعات التي وصفها قرار مجلس الأمن 22/14 بأنها جماعات إرهابية، وذكرها بالاسم أنصار الشريعة والقاعدة وداعش. فنحن مجلس النواب هذا موقفنا ثابت، ونرى أن السيد اليون يعني لماذا لم يدين هذه الأعمال القتالية التي تحصل في بنغازي إلا عندما تم التصعيد وحس أو شعر بأن الجيش الليبي بدأ يحقق في انتصارات. طيب، ذكرت بأن الاجتماع انتهى إلى إصدار بيان بخصوص أو ردا على البيان الذي أصدرته البعثة الأممية في هذا الصدد. ما الذي حواه بيانكم في هذا الشأن؟ نحن نستغرب ونستنكر ما بيان السيد اليون الذي يشجب فيه التصعيد العسكري في مدينة بنغازي، ونحن في مجلس النواب نرى أن الجيش الليبي يقاتل الإرهاب نيابة على العالم، وهذه الجماعات وصفها قرار مجلس الأمن بأنها جماعات إرهابية، فهذا يعتبر تناقض من المبعوث الأمم، ويمثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن هم من وصف هذه الجماعات بأنها جماعات إرهابية. فنحن نستنكر ونستغرب في نفس الوقت هذا التصريح المتناقض مع ما أصدره مجلس الأمن لهذا الخصوص. نعم. طيب سيد حويلي، البعثة أيضا أشارت إلى أن التطورات على الأرض أظهرت بشكل جلي أن الحل العسكري ليس خيارا متاحا في ليبيا، وأن الحل الوحيد يجب أن يكون ضمن إطار الحوار السياسي.
كيف تقرأ تمسك المجتمع الدولي بالحل السلمي السياسي؟ طبعا هذا هو بالنسبة للحل السلمي السياسي نتيجة لأن المعارك حدثت أكثر من سنة ونصف تقريبا تو حاليا، يعني لم يسيطر أي من الأطراف، لم يحسم المعركة. المجتمع الدولي رأيناه طبعا لا يتدخل بالصورة الصحيحة، ولكن يجس النبض ويقارن ويقارب فقط من الذي سيحسم العسكر المشهد عسكريا سوف يعترف به المجتمع الدولي. ولكن نظرا لأن لم يكن هناك من أي من الأطراف قدرة على الحسم عسكريا، لذلك تمسك بالحوار وجعل الحوار هو الخيار الاستراتيجي. ولكن التصعيد الذي حدث الأمس في بنغازي من يوم السبت الأمس إلى اليوم الحقيقة هو هذا الذي سيؤدي إلى تقويض هذا الحوار إذا لم تقم الأمم المتحدة بحلحلة هذا الموضوع وحل المشكل عن طريق الحوار وعن طريق الترتيبات الأمنية التي تخرج من مخرجات هذا الحوار الذي نتمنى أن يوفق فيه. لأن الحقيقة إدارة الحوار التي تقودها البعثة الأمم المتحدة هي التي أوصلتنا إلى هذا الوقت الطويل وإلى هذه الحالة التي نحن فيها الآن. يعني أفهم من ذلك سيد حويلي بأنكم في المؤتمر يعني تكتفون في هذه المرحلة أو في هذا المستوى بإدانة البعثة الأممية للتصعيد العسكري في بنغازي، وأنكم تطالبون بتسريع المحادثات لإنجاز اتفاق سياسي يتضمن ترتيبات أمنية توقف وقف إطلاق النار، لا تطالبون الآن بتحرك دولي لوقف فوري لإطلاق النار في بنغازي؟ طبعا هو أنا نطالب بالتحرك الدولي لدى المجتمع الدولي آليات وطرق للضغط على الطرف الآخر بأن يتوقف هذه العمليات العسكرية حتى نعطي فرصة للحوار لأن ينجح ويثمر ثماره. نحن في وضع يعني قريب أن نقطف الثمار، لا نريد أن نبدد هذه الثمار، فيجب أن هذا الاتجاه الصحيح هو أن يجب أن تخلق تهدئة عامة كما حدث في المنطقة الغربية، يجب أن تخلق تهدئة عامة. ولكن للأسف في هذه الأيام تم التطوير، واليوم كان هناك تحريك كبير جدا في مدينة الكفرة وأيضا في بنغازي مستمر، فلا هذه الأشياء لا تنجح ولا تسرع بالحل السلمي أو الحواري في ليبيا. نعم. طيب سيد نور العبار، في تقديرك هل ستلقي الأحداث في بنغازي، تطورات الأحداث في بنغازي، وأيضا ما أشار إليه السيد عبد القادر الحويلي من بدء عملية عسكرية أيضا في مدينة الكفرة من 3 محاور كما قال، يعني كل هذه التطورات الميدانية العسكرية في تقديرك هل ستلقي بظلالها على نتائج هذه الجولة من الحوار السياسي؟ وحقيقة أريد أن أؤكد أن العمليات العسكرية منذ بدء هذا الحوار لم تتوقف على الإطلاق من غربا ولا شرقا ولا جنوبا، وما أسس الحوار إلا لإنهاء الأزمة أو الاقتتال ابتداء ومن ثم إعادة بناء الدولة من جديد. لا نريد سيد عبد القادر وعضو المجلس من النواب المحترمين، ينبغي أن لا نلقي نحن ما يحدث من اقتتال داخل أطول هذا الحوار. بالتالي جميع سينهي هذا الحوار بنفسه. أنا أقول أن هذه التصعيدات صحيح في هذا الوقت هي مؤسفة على كل الأصعدة، ولكن يبقى الحوار هو لحل هذه الأزمات في وجود حكومة وفاق وطني قادرة على محاربة الإرهاب بشكل. طيب هذا كمبدأ واضح سيد العبار وعذر المقاطعة، لكن السؤال حول واقعية الحال الآن هناك تصعيد عسكري بدأ في بنغازي، والبعثة الأممية تقول بأن التوقيت هذا التصعيد يستهدف بشكل واضح عرقلة سير عملية الحوار السياسي. السؤال، ودعنا من مسألة المبدأ، يعني في النتائج على الواقع، هل ستؤثر، هل هذا التصعيد عسكريا هل سيؤثر على مجريات هذه الجولة من الحوار في الصخيرات؟ إذا كانت الأطراف غير مسؤولة وتتخذ ذرايا للهروب من الحوار بكل تأكيد سيؤثر، ولكن أجيب بالأطراف أن لا تتخذ ذرايا
تستتر خلفها لإنهاء هذا الحوار. المجلس الوطني، المؤتمر الوطني، جلسات تعقد وتفض ولا تصل إلى هذه اللحظة لم تطرح علينا أسماء. المجلس النواب دخل في إجازة برلمانية وترك، ونحن عالقون هنا في السيارات، وترك وفد الحوار عالق لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر أو حتى يناقش الأسماء. الكل مسؤول على اتخاذ ذرائع لإفشال الحوار. ينبغي أن لا يتخذوا ذرائع لا تمس ولا تمت للحوار. ينبغي أن يكونوا على قدر المسؤولية ويساهموا مساهمة إيجابية في حل الأزمة الليبية. التخريب سهل، التذرع بأمور سهل جدا، أي شخص يستطيع أن يتذرع ويجد ذريعة لذلك. طيب واضح، يعني تحمل المسؤولية للطرفين في حال فشل الحوار في هذه الجولة. سيد حسين جيدل، كيف في رأيك كيف يؤثر هذا التصعيد العسكري في بنغازي على سير الحوار السياسي في الصخيرات؟ أنا أريد أن أرجع إلى نقطة ذكرتها تكرارا ومرارا، أن الإخوة في طبرق للأسف الشديد رغم انقسامهم إلى ثلاث أجنحة، منذ عدة أيام بسط جنرال حفتر وجماعته يدهم كاملة على الإخوة في طبرق، لا تحرك سياسي بدون أن إملاءات من هؤلاء. وقد رأينا حتى المجلس النواب نفسه ندد بالمعاملة السيئة التي تعرض لها رئيس الوزراء عبد الله ثني الذي يمثل السلطة في طبرق، أهين بهذه الطريقة. فإذا كان هؤلاء الناس عاجزون، إذا كانوا عاجزين عن تأمين سلامة رئيس الوزراء، فكيف يمكنهم أن يتلكأوا ويقولوا نحن قادرون على فرض الأمن وبسط الأمن في ليبيا كلها؟ إذن لابد للمجتمع الدولي أن يدرك وأن يقولها، بدأت اليوم بصراحة ولكن بأكثر وضوح، أن يضغط على الجنرال حفتر. وكما قلت من قبل، جنرال حفتر انتهى سياسيا وانتهى عسكريا، وهذه العمليات هي عمليات يقوم بها فاشل، لأنه أدرك أنه قد خسر المعركة ويريد التشويش على هذه العملية. على الإخوة في طبرق الذين يريدون فعلا مصلحة ليبيا والحل السياسي، وعليهم أن يقولوا بوضوح بأن، لكن سيد جيدل وعذر المقاطعة، يعني تأكيد أنت استمعت إلى مداخلة السيد جبل الشيباني حول الموضوع معنا قبل قليل، هو يقول بأنهم في مجلس النواب وتحديدا في اللجنة البرلمانية المكلفة بتسيير أعمال المجلس خلال هذه العطلة، يقول بأنهم اجتمعوا وأصدروا بيانا يشجب ويستغرب إدانة البعثة لهذه الأعمال في بنغازي، ويقول بأنهم يعني يؤكدون على سير هذه العملية العسكرية التي يقودها حفتر في بنغازي. أنا أعرف أن هذا الموقف ليس موقفا رسميا لمجلس النواب، ليس موقفا رسميا لمجلس النواب، لأن مجلس النواب منقسم حسب إلى ثلاث تيارات، ولكن على الخيرين في مجلس النواب وفي طبرق أن يقولوا بوضوح بأن ما يقوم به جنرال حفتر لا علاقة له بحكومة طبرق، ولا يخدم ليبيا، ولا يخدم مسار الحوار. طيب، الرجل قالها بكل وضوح أنه لا يعنيه الحوار إطلاقا ولا تعنيه مخرجات الحوار، قالها عدة مرات. إذن هذا الرجل لابد من تحييده، لأنه يفسد عملية الحوار. على الذين يدعمونه الآن أن يضغط على الدول التي لا زالت تدعم جنرال حفتر. واضح، وصلت فكرة، وصلت فكرة. وأدعوك والسادة الضيوف وأيضا السادة المشاهدين لمتابعة تصريحات للعضو المقاطع لجلسات مجلس النواب المشارك في الحوار فتحي باش آغا، الذي قال في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار من مدينة الصخيرات أنهم تقدموا بمقترحاتهم النهائية لبعثة الأمم المتحدة، وأشار إلى أنهم ينتظرون استلام النسخة النهائية أيضا من قبل البعثة. عملنا اجتماع مشترك مع المقاطعين والمستقلين والأحزاب، وقدمنا مقترحات نهائية مجتمعة لنحن للمجموعة هذه كلها لبعثة الأمم المتحدة، وكذلك المؤتمر أمس قدم تحفظات الجديدة التي أتى بها، واليوم بإذن الله ستساق جميع هذه الاقتراحات وتقدم المسودة اتفاق النهائية.
إذن كان هذا التصريح خاص لقناة ليبيا لكل الأحرار من السيد فتحي باش آغا عضو مجلس النواب المقاطع للجلسات والموجود حاليا في الصخيرات في إطار الجولة التي تدور حاليا من الحوار السياسي. على كل أعود مرة أخرى إلى السيد حويلي وأسأل حول الملاحظات أو التعديلات التي يطالب بها المؤتمر الوطني بعد أن أعلنت البعثة أنها وافقت أو توافقت مع المؤتمر حول 8 نقاط من أصل 9 ملاحظات نوقشت في جنيف. طبعا هو أهم النقطتين التي لم يتم الحسم فيهن اللي هي وضع الجيش وقيادة الجيش وهيكلية الجيش، أيضا مجلس الدولة وصلاحياته. أيضا هناك مشكلة في المبادئ الحاكمة، أن الفقرة الثامنة في المبادئ الحاكمة تقول أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية التشريعية الوحيدة في البلاد، وهذا يعطي انطباع بأن مجلس النواب سوف ينفرد بالسلطة التشريعية، ونحن في وضع استثنائي يجب أن تحل الأمور بحلول استثنائية في هذه المرحلة. نحن فقدنا الثقة في مجلس النواب وهم لا يثقون بنا، فإذا يجب أن توضع آليات بحيث نحن لا نتغول عليهم وهم لا يتغولون علينا. لكن سيد حويلي، هذه الملاحظات المرحلة من المفترض أنها قد تم تضمينها في المسودة الأخيرة التي قدمت مع نهاية الجولة الماضية في الصخيرات، وبحسب المعلومات فإن هناك ملاحظات أخرى. لم يتم تضمينها، لأن هذه موجودة في بالنسبة لمجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في المرحلة الانتقالية، موجودة حتى هذه اللحظة في الفقرة الثامنة من المسودة. أيضا هذه الأشياء التي ذكرناها اللي هي تحتاج إلى إعادة وضع، لأن المسودة بهذه الكيفية بالإمكان تفسيرها عدة تفسيرات، لذلك نريد حلا حقيقيا وأمور لا يشوبها أي شائبة، يكون لها تفسيرا واحدا لجميع الأطراف، هذا ما نريده في هذه المسودة. أما حتى هذه اللحظة المسودة ما زالت ضبابية، وهناك بعض المواد تحتمل أكثر من تفسير. نعم، واضح. وللأسف مرة أخرى فقدنا الاتصال مع السيد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، ونعيد الاتصال به، لكن للأسف يعني حتى الآن يتواجد خارج الشبكة. أرجو أن يتم تأميل الاتصال معه أو تسمح الظروف بتأميل الاتصال معه مرة أخرى، وحتى يتم ذلك أذهب مرة أخرى إلى السيد نوري العبار وأسأل السيد العبار حول ما إذا كنتم قد تسلمتم هناك في الصخيرات المسودة المعدلة من قبل البعثة الأممية. وليس بعد، لم نستلم بعد الإطار العام أو الصيغة النهائية للمسودة أو للاتفاق بملاحقه، ولكن أحب أن أؤكد على نقطة، وهي أن الملاحظات التي قدمت أو التعديلات التي قدمت وضمنت في المسودة ما يعرف بالمسودة السادسة بعد الاتفاق الذي أو النص الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، حقيقة سواء كمستقلين أو أحزاب أو مقاطعين تم مناقشة هذه التعديلات في إطار التحفظات أيضا التي قدمت من قبل الأطراف الذين وقعوا بالأحرف الأولى، ولم تخرج في العموم من هذه التعديلات، وقدمت حزمة واحدة من المقترحات بحيث تضمن في النسخة النهائية. ولكن أريد أن أؤكد على أن ما تم طرحه من تعديلات منذ لقاء جنيف الماضي كان الهدف منه هو إنهاء الجدل حول نص الاتفاق. نص الاتفاق إذا ما تم الحديث عنه مرارا وتكرارا ستجد الكثير من لديه ملاحظات، ولا ينتهي هذا المسلسل على الإطلاق. يعني كنا لو كان في هناك قراءة حقيقية من قبل المؤتمر لهذه الوثيقة كان ينبغي أن تكون هناك حزمة واضحة من التعديلات تضمن في جلسة واحدة وتناقش بشكل جاد وبشكل إيجابي، ولكن كلما طرحت تعديلات
لجوله قادمه تاتي تعديلات اخرى، لم ينتهي هذا الامر على الاطلاق. وما توصلنا اليه مهما كانت هذه التعديلات هي منذ النسخه الرابعه تقريبا الى المسوده الخامسه التي تم التوقيع عليها، ونحن في اطار اساسيات بنيت عليه هذه المسوده ولم تتغير. تحدثنا ومنذ البدايه ان هناك مجلس دوله وهناك مجلس نواب يلتئم باعضائه، يعني هذه موجوده في كل النصوص التي كانت سند ذلك. طيب. فبالتالي اذا كان عودنا الى نفس المربع الاول سنجد امور كثيره. طيب الان ما التوقعات الان سيد نور العبار؟ يعني وصلت فكره، اسمح لي فقط ان اسال حول جزئيه اخرى قبل ان انتقل الى السيد جبل الشيباني الذي تم تأمين الاتصال معه، وانت موجود هناك في الصخيرات، ما هي التوقعات بشان المسوده التي ستقدمها البعثه بعد قليل من الان الى اطراف الحوار؟ هذه تاخذ في الاعتبار، هذه المسوده تاخذ في الاعتبار ما تم تقديمه من ملاحظات وتعديلات يمكن تضمينها ولا تتعارض مع النصوص الاصليه التي تم التوقيع عليها. هذه من جهه ستطرح نص نهائي شامل بالملاحق يسمح بمناقشه ملحق الحكومه وطرح الاسماء، فما اؤمله من جميع الاطراف ان تكون هذه المرحله هي المرحله الحاسمه. مزيد من التعديلات يعني مزيد من الالم والدماء للشعب الليبي. واضح. ينبغي ان يحسم هذا الامر بهذه الدرجه. سيد جبل الشيباني، قبل أن ننتقل معك لمناقشة موضوع المسودة الماضية والمنتظرة الآن، اسمح لي أن أستكمل معك جزئية مهمة فيما يخص موضوع التصعيد العسكري في بنغازي. سفراء ومبعوثو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيضا الولايات المتحدة والمغرب وتركيا الموجودون هناك في الصخيرات دانوا هذا التصعيد العسكري، ألا يضعكم هذا بالإضافة إلى إدانة البعثة الأممية في مواجهة الجميع تقريبا؟ هو حقيقة المجتمع الدولي، نحن طلبنا المجتمع الدولي أكثر من مرة بأن الجرافات تأتي من المنطقة الغربية، تأتي من زوارة ومن طرابلس ومن مصراتة، وهذه الجرافات تحمل جرافات الموت، تحمل الأسلحة وتحمل الجنود أو إلى للقتال في مدينة بنغازي، وهذا السلاح الذي يقتل المدنيين في بنغازي، ولم نرى وهم يرون هذه الجرافات ويرون السفن التي تأتي من الدول الأوروبية إلى المواني الليبية لتنقلها إلى مدينة بنغازي وتقتل المدنيين، لم ينبس أي منهم ببنت شفا، ولم يتكلموا على هذه الجرافات، وطلبنا حتى أننا فكرنا في تعليق الحوار حتى تتوقف هذه الجرافات حتى تصبح الأمور على الأقل هادئة في مدينة بنغازي. نعم الرصابة على الزناد، ولكن عندما يكثر السلاح وتكثر الجرافات ويكثر المرتزقة الذين يأتون إلى بنغازي لقتل طيب المدنيين أو حتى هذا موقف معلن ومعلوم سيد الشيباني، وأيضا اسمح لي فقط يعني حتى أناقش معك هذه الجزئية، وصلت الفكرة. الموقف من قبل مجلس النواب بخصوص أحداث بنغازي معروف يعني سابقا، وأيضا موقف المؤتمر الوطني بخصوص الوضع في بنغازي أيضا معروف، لكن التطور الآن أن الجميع تقريبا أدان التصعيد العسكري الذي تنفذه عملية الكرمة في بنغازي من يومين، ألا يضع هذا مجلس النواب في حال تمسكه بالعمل العسكري المنفذ في بنغازي الآن، ألا يضعه في مواجهة الجميع محليا ودوليا؟ هو حقيقة نحن ننظر للأمور على الأرض، ونحن ننظر نعرف مشاكلنا ونعرف أوجاعنا، العالم قد لا يعرف أوجاعنا وقد لا يعرف مشاكلنا أو يتغاضى عن مشاكلنا وعن همومنا في الوطن. فنحن إذا كان العالم إذا كانت الحرب هادية وتسير بوتيرة هادية فهو يؤيدها، وعندما يتغلب طرف أو طرف يصعد العمل العسكري هذه حرب فيها مد وجزر، فيها تصعيد وفيها تهدئة وحسب ظروف الحرب، وهذا الأمر طيب واضح. يعني أنتم في مجلس النواب لا تهمكم هذه واضح وصلت فكرة، وبحسب ما فهمت أنكم في مجلس النواب لا تهتمون لهذه المواقف الدولية التي تعارض أو تدين هذا التصعيد العسكري. فيما يخص مسألة المسودة الأخيرة
مجلس نواب لم يوافق على الاتفاق المعلن من البعثة الأممية بين وفد المجلس الحوار ووفد النواب المقاطعين، هل يعتبر هذا الرفض من قبل مجلس النواب رفضا للمادة 17 في المسودة الأخيرة؟ لا، نحن حقيقة لم نرفض، نحن نرحب بعودة الأخوة المقاطعين، وطلبنا أكثر من مرة، ومجلس النواب في لائحته بإمكانه أن ينزع منهم صفة العضوية بعد مرور 45 يوما، ولكن مجلس النواب يريد لم شمل ويريد التئام جميع أعضاء مجلس النواب، ونتمنى ذلك وأن يعود إلى مجلس النواب. والوفد الذي ذهب إلى الخيرات بتكليف من مجلس النواب لترتيب لقاء مع الأخوة المنقطعين لتبادل الأفكار ومعرفة وجهة نظرهم ومحاولة إقناعهم، لكنه اتفق معهم حول خمس نقاط. سيد جاب الله الشيباني، يعني أكمل لو سمحت. الواقع أنه نعم فهمت الفكرة، لكن الوفد الذي بعثتموه إلى الصخيرات اتفق مع وفد المقاطعين حول خمس نقاط أساسية، وهي النقاط التي تعالجها المادة 17 في المسودة، وأنتم قلتم بأن هذا غير ملزم لكم في مجلس النواب إذا كنتم لم ترفضوا بشكل صريح. ما الذي يعني هذا الموقف مجلس النواب؟ هذا ما نبحث عنه. حقيقة الوفد الذي التقى بالأخوة المقاطعين لمجلس النواب ناقش هذه الأمور وقالوا بالحرف الواحد، اليوم التقينا بأحد الذين كانوا في الصخيرات والذي حضر هذا اللقاء، قالوا قلنا لهم نحن نرفع ما أبديتموه إلى قبة البرلمان وسنناقشها في قبة البرلمان، ولكن الخطأ الذي قد يكون ارتكبه الأخوة المفيدين إلى الصخيرات من قبل مجلس النواب هو أنهم أصدروا بيان، فالحقيقة المهم المكلفين بها هو الالتقاء بهم ومعرفة وجهات نظرهم وتبادل الأفكار معهم ومعرفة أسباب انقطاعهم عن مجلس النواب بعد التحاق مجلس النواب. طيب، لكن أما أن تصدر بيان واضح بخصوص مادة موجودة في المسودة، هذا إنفاد لهذه المادة واضح قبل الأوانة، يعني المادة واضح. عندما يتم التوقيع على المسودة بالكامل ويتم التفاهم عليها، هذه المادة من ضمن المواد التي سيتم تنفيذها. فالبيان أو النقاش في هذه النقاط يعتبر سابق لأوانة. واضحة هذه الفكرة، واضحة البيان بهذا الخصوص، وأن يتم مناقشة هذه المادة اللي هي مادة 17 مادة جدلية، هذه لابد أن يتم بموافقة مجلس النواب. طيب، هذه واضحة، لكن في عجلة حتى أنتقل إلى بقية الضيوف، يعني لأننا أطلنا عليهم، لو تسمح يعني بشكل مستعجل. المبعوث الأممي قال بأن وفد مجلس النواب اتفق مع النواب المقاطعين على هذه النقاط الخمسة، يعني المبعوث الأممي أعلن عن اتفاق تم بين الطرفين، هل يعني هذا أن المبعوث الأممي قال غير الحقيقة؟ هو عرف عن ما خبرناه وما عرفناه عن المبعوث الأممي هو التخبط وعدم الوضوح وعدم الموضوعية ونقل الحديث غير صحيح، وهذا مش غريب على السيد اليون، فهو إنسان حقيقة متخبط مرتبك، قد تكون عليه ضغوط، قد تكون عليه في خطبوط من وكالة ميمي ولا دولي ولا محلي، الراجل مرتبك والراجل أحيانا لا يدري ما يقول. فأنا أؤكد أن الذي جرى هو اتفاق. طيب، واضح، يعني في النهاية الرجل قال غير الحقيقة، هكذا تقول. ابقى معي سيد الشيباني، سأعود إليه. أنه قال غير الحقيقة، واضح. أحد الذين حضروا اللقاء في الصخيرات قال أننا اتفقنا على أن هذا الأمر سيحال إلى قبة البرلمان. ذكرت ذلك سيد الشيباني، وصلت فكرة، واضح. فقط اسمح لي أن أذهب إلى بقية الضيوف ومباشرة إليك سيد جيد الحولة، مدى استطاعة البعثة الأممية الآن إزاء هذه المواقف، التقريب بين الأطراف المختلفة بما يسمح لها في نهاية تسهيل عملية التوصل إلى اتفاق؟ البعثة الأمم المتحدة، لو رأينا الدول التي حضرت اليوم، منها عودة سفيرة أمريكا ديبورا جونز، تصريحات جون كيري والبعثة الأممية وغيرها، نرى أن هناك عزما أكيدا على الوصول إلى حل سياسي في أقرب وقت، ولكن هذا مشروط بالضغط على من يحاولون إفشال عملية الحوار والضغط على المتشددين من طرفين سواء كانوا في طبرق أو في المؤتمر. لابد من ضغط عليهم حتى نصل الى حل. هو السؤال، هل البعثة قادرة سيد جيد، للسؤال بالتحديد، هل البعثة قادرة على تطبيق هذا الأمر سواء كان ضغط كما تصفه أنت او اي إجراء آخر؟ هل لديها القدرة على اي إجراء يقرب بين
الأطراف ويسمح بالوصول إلى اتفاق؟ نعم، لها وسائل الضغط، وذلك باللجوء إلى مجلس الأمن، لها وسائل الضغط في وذلك الدول الراعية للحوار والتي تريد الوصول إلى حل سياسي، هذه الدول النافذة المؤثرة عليها أن تقوم الآن وبكل وضوح أن تضغط على من يعرقل عملية الحوار. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى في التصريحات المنددة وفي التهديدات بالمعاقبة، الآن لابد أن تصل رسالة واضحة لحفتر وجماعته ولمن يؤيده من دول الجوار دول أخرى، وأن تصل رسالة واضحة للمتشددين من الإخوة في المؤتمر بأن المجتمع الدولي لن يقبل من الآن عرقلة الحوار السياسي مهما كانت الأسباب، لأن الوضعية في ليبيا خطيرة جدا، ولا يمكن للشعب الليبي أن ينتظر، ولا يمكن للشعب الليبي أن يكون أسير هذه المماحكات وهذه الصراعات التي لا تخدم ليبيا، بل هي صراعات أحيانا اسمحوا لي التعبير هي قريبة من الصبيانية منها إلى شيء آخر. إذن واضح من الوصول إلى في أقرب وقت إلى هذا الحل، وأظن أن المسودة الأخيرة قد حلت مشكلة الشرعية، فلا بد أن لا نرجع إلى هذه المشكلة. طيب. وبقيت جزئيات لا بد من التنازل فيها بقدر الإمكان، لأن مصلحة ليبيا فوق الجميع. سيد حويلي، كيف يتعامل المؤتمر الوطني مع بعض الملاحظات وأيضا حتى المطالبات التي تأتي من جهات عدة ومن بينها تجمع ساحات الثورة؟ طبعا نحن نتحاور معهم، وكان المتشددون من تجمع ساحات الثورة في الجلسة القادمة طلبوا من فريق الحوار ألا يذهب، ولكن تحاورنا معهم وانتهى الأمر بأن يجب أن يذهب فريق الحوار، لأن المسألة لا تحل إلا بالحوار، وهذا ما توصلنا إليه. أما بالنسبة لي أريد أن أعقب فقط شوية على الشهيد الشيباني بأن جرافات الموت تنتقل من الغرب إلى الشرق، فأقول له أن الحدود التي استبيحت والتي تم إلغاء القوى المشتركة بين ليبيا والسودان من طرف حكومة طبرق فتحت الحدود وجعلت المرتزقة يأتون إلى لحرب أبنائنا في بنغازي، وعندما شعر المجرم الحرب حفتر بأن هذه عندما سيطر التوار على مدينة الكفرة بدأ يهاجم الكفرة، لأنها قللت من وجود هذه الدعوم التي تأتيه من المرتزقة ومن جماعات المسلحة في الصحراء. أيضا الدعم الذي يأتي إلى المجرم حفتر من دولة مصر حتى هو يؤدي إلى قتل الليبيين، وهذا نريد أن نوقفه من الطرفين، ونريد أن نقف الحرب من الطرفين لكي نصل إلى حل شامل وسريع في هذه المرحلة. هو أما بخصوص الحوار، المهم هنا سيد حويلي وعذرني المقاطعة، يعني ونحن في إطار الحديث عن حوار يبحث عن حل سلمي للأزمة في ليبيا، بالتأكيد تبادل الاتهامات بين طرفي الحوار الرئيسيين لن يؤدي إلى نجاح هذا الحوار، وبالتالي الوصول إلى الحل السلمي الذي بالتأكيد يدعمه كافة أبناء الشعب الليبي. نعم، هذا ما نؤيده، هذا ما نؤكده، ولكن الحقيقة الإدارة السيئة للسيد ليون في إدارته للمفاوضات وليس الحوار. الحقيقة أنا لم أرى حوارا بمعنى الكلمة، إنما هي مفاوضات هذه التي تجري في الصخيرات. الإدارة السيئة هي التي تؤدي إلى هذا الحل. يجب أن يفهم السيد ليون إذا أراد أن تسريع الحل في ليبيا أن يلتقي الأطراف وجها لوجه، خاصة النقاط العالقة في هذه، هناك عدة حوالي 4 نقاط عالقة بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، يجب أن يتم الحل فيها، ويجب أيضا إيضاح الملاحق وخاصة ملحق التعديل الدستوري الذي سوف بدوره يحترم حكم المحكمة. طيب. يجب أن يظهر للعيان، حتى هذه اللحظة لم نرى الملاحق، يعني أنا أتوقع أن سيكون هناك جدل كبير في هذه الملاحق وستأخذ وقت طويل إذا لم يتم مناقشتها وجها لوجه. نعم. طيب سيد العبار، إزاء هذه الحالة وتبادل الاتهامات بين الطرفين الرئيسيين للحوار السياسي، هل يمكن لمجموعة المستقلين المشاركة في الحوار أن تلعب دورا يقرب وجهات النظر بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بشأن المسودة وما يليها من ملاحق الاتفاق؟
وحقيقة هذا ما نقوم به فعليا، يعني طوال فترة الحوار ونحن نرصد مواقف الطرفين في إطار التصعيد السياسي من والمواقف من كل من هنا. ونحن أيضا لنا اهتمام وتقدير لمصلحة الوطن، نحن جزء نعاني ما يعانيه الجميع، يعني فليست هناك خصوصية لطرف دون طرف. فما نقوم به فعليا هو محاولة لتقريب وجهات النظر. بعض مثل المؤتمر الوطني يعني رافض أن يجلس بشكل رسمي مع المستقلين، ويعتقد أن الحوار فعلا ما بين 4+4، فبالتالي هو الذي يبعد الأطراف الأخرى من لعب هذا الدور، وإن كنا واقعيا نقوم موجودين في الصخيرات للعب هذا الدور. يعني المرتكز في تقريب وجهات النظر وفي تقديم المقترحات والحلول ومساندة الأطراف في للتقارب هو هذا الدور الذي نلعبه، ولكن لا نحب أو لا نرغب في أن يتباعد الطرفين. يعني طيب ما مدى جدوى هذا الدور، يعني الجهود المبذولة في إطار هذا الدور الذي تؤديه مجموعة المستقلين المشاركة في الحوار، هل أجدى أي نتائج في على سبيل تقريب وجهات النظر بين الطرفين الأساسيين؟ نعم في كثير من مراحل الحوار كان لدور المستقلين، والآن في هذه الجولة الأحزاب وباقي المسارات الأخرى التي شاركت معنا، يعني الآن على مقربة كبيرة جدا من الحل. هناك تعديلات وضعت ولنا فيها بصمة واضحة وداعمة للصياغة النهائية. لا ننتمي لأحد الطرفين بالمفهوم السياسي للانتماء، ولكن ينبغي أن يكون الطرفين حقيقة على قدر المسؤولية التي أنيطت بهما. لن يكون هناك حل، ودائما ندفع في أن يكون الجميع مشارك وجزء من هذا الحوار، ولكن لا ينبغي أن تكون ليبيا مرتهنة لأي من الطرفين حقيقة. يعني الآن موجودين في الصخيرات، ووفد المؤتمر ليس موجود في الصخيرات، الله أعلم وين موجود. يعني كان ينبغي أن يعكس على هذه الملاحق لإيجاد. لكن الوفد كان البارحة عقد اجتماع، الوفد يعني في هذا الإطار وفد المؤتمر للحوار البارحة كان عقد اجتماع مع المبعوث الأممي. هناك مزيد من الملاحظات لم ننتهي بعد من هذه الملاحظات، ينبغي أن يوضع. نحن الآن أمام عقد اجتماع لجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون للمجتمع الدولي قرار في القضية الليبية، لن يتباتى علينا أحد. هذه وجود المجتمع الدولي، هذه فرصة للليبيين لنا لكي نقتنصها، لن يتباكى. لسنا بالقدر الذي يجعل المجتمع الدولي ليس لديه قضية إلا قضية ليبيا. سيكون هناك قرار ربما يكون مفجع للليبيين من المجتمع الدولي، وبالتالي كل يفعل ما يريد، وكل يطلب طرف من ليبيا. وهذه جزئية مهمة، اسمح لي فقط سيد العبار، وصلت الفكرة، اسمح لي فقط لضيق الوقت أن أنتقل بها إلى السيد الشيباني، وإضافة إلى ما ذكره سيد نور العبار. سيد جبل الشيباني، يرى كثيرون أن الاتفاق بات ضرورة ملحة لأن الأوضاع على وشك الانهيار في البلاد. إزاء هذه الحالة، هل أنتم على استعداد في مجلس النواب لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي؟ وحقيقة لا يختلف الثاني عاقلان أو حتى مخبولان أن الوضع يعني لا ينتظر، وأن الوضع صعب، وأن لابد من الحوار ولابد من التفاهم ولابد من التنازلات. ولكن أي تنازلات حقيقة، طرف المؤتمر الوطني جاء بملاحظات عديدة ويريد ورفض في البداية التوقيع على المسودة التي توقعت عليها جميع الأطراف. يعني المؤتمر الوطني هو الطرف الوحيد الذي رفض التوقيع على المسودة، ثم جاء بملاحظات، والآن جاء بملاحظات أخرى، واليوم يعلق الحوار
استنكار للتصعيد العسكري في مدينة بنغازي. فحقيقة في خلطة أوراق وفيها لا هو فقط للدقة هنا سيد الشيباني، الأمر كان بالأمس وكان مطالبة رئيس المؤتمر لوفد الحوار بتعليق المشاركة إزاء ما حدث في بنغازي، ولم تأتي أي معلومات حول مباشرة الوفد في تعليق مشاركته في الحوار، يعني حتى نكون محددين أكثر. نعم، ولكن هذا يعتبر نوع من خلط الأوراق وإضفاء شيء من عدم التفاهم مع الطرف الآخر، ويعني جعل الأمر أكثر صعوبة وأكثر. طيب هذا واضح. أعود بك إلى جزئية التنازلات، لأني سأوجه ذات السؤال للسيد عبد القادر الحويلي باعتباره عضو في المؤتمر الوطني الطرف الآخر. حقيقة نحن يعني قدمنا بما فيه الكفاية من التنازلات، وما زلنا على استعداد أن نقدم تنازلات، لكن أي نوع من التنازلات عندما تحس أن الطرف الآخر استغل تقديم التنازلات من طرف مجلس النواب واعتبر ذلك ضعف من مجلس النواب أو عدم معرفة بالأمور السياسية والله أو بالمناورات السياسية، وبدأ يتقدم كل مرة يتقدم بمجموعة من المقترحات ومن الملاحظات ويريد أن ينسب كل شيء ويريد أن يأخذ كل شيء. فحقيقة ما نحن حتى الذين يمايلون مجلس النواب والحاضر الشعبي لمجلس النواب استنكروا أن مجلس النواب بدأ يقدم في تنازلات وتنازل عن السلطة على الإرادة الشعبية وإرادة الشعب الليبي في الانتخابات، وشارك مجلس المؤتمر الوطني في الحكومة. طيب. التنفيذية، وشاركوا في مجلس الدولة كسلطة تشريعية، وبدل حقيقة انهالت الملاحظات وانهالت التغييرات. طيب على كل يعني تقول بأنكم على استعداد لتقديم، فحقيقة لابد من تلقيح هذه الملاحظات، ويحاول المؤتمر الوطني أن يخفف من حدة المطالبة ومن حدة طموحه في السيطرة على كل شيء. حقيقة أصبحنا نحس أن الطرف الآخر يريد أن يتغول علينا ويريد أن ينال كل شيء، ونحن مجلس النواب أصبحنا حتى في المسودة رغم أننا لسنا راضين على مجال المسودة التي تم الاتفاق عليها باللوحة الأولى، ولكن تم التوقيع عليها رغبة في لم الشمل ورغبة في الخروج من هذا المأزق، لكن الطرف الآخر حقيقة لم ذكرت ذلك. يعني في المجمل يعني ما يفهم من ذلك بأنكم مستعدون لتقديم تنازلات، لكن تربط الأمر بأن يكون الطرف الآخر أيضا مستعد لتقديم تنازلات في مقابل ما ستقدمونه أنتم في مجلس النواب. وسأنتقل بهذه الجزية مباشرة إلى السيد عبد القادر الحويلي وأسأل عن مستوى ونوع التنازلات التي قد يقدمها المؤتمر الوطني إزاء هكذا حالة وإزاء الكثير والكثير من التحذيرات التي باتت تشير إلى أن الأوضاع في البلاد على وشك الانهيار نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق سياسي. المؤتمر الوطني العام مستعد إلى التنازل، حتى طلب الفريق المحاور السابق من برلين ليون عندما واجهته مشكلة في التخلص من القرارات التي أصدرها مجلس النواب والقرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام، قال لا أستطيع أن أوفق بين هذه النقطتين. فقال له الفريق المحاور إذن يخرج الطرفان من المشهد. مستعد المؤتمر الوطني العام أن يتم تشكيل مجلس رئاسي بصلاحيات تشريعية محدودة وصلاحيات رقابية كبيرة على الحكومة التي ستشكل ويخرج الطرفين من المشهد. هذا لكن هذا موضوع مختلف تماما عن واقع الحال اليوم سيد حويلي. في النهاية الحديث عن سير الحوار الآن في أي اتجاه، وسيد جاب الله الشيباني يقول بأنهم قدموا الكثير من التنازلات وتراجعوا عن كثير من المواقف التي حتى باتت تحرجهم أمام الحاضنة الشعبية لهم. هل المؤتمر مستعد هو الآخر لتقديم المزيد من التنازلات، دعنا نقول حتى ربما نصل إلى نوع من التقارب في مواقف الطرفين؟ التنازلات تطرح على الطاولة وجها لوجه، وبالإمكان الوصول إليها إذا السيد برلاندين ليون ضغط على الطرف الآخر أن يلتقي وجها لوجه، ولكن بهذه الآلية التي يدير بها السيد ليون الحوار لن نصل إلى حل. كما تعلمون أن مجلس النواب قاطع الحوار وطلب من فريقه أن يعود. إذا هناك مشكلة يجب أن تحل أولا، هو طيب إمكانية عودة مجلس النواب إلى الحوار من جديد. طيب سيد جيد في دقيقة لو تسمح، لأن الحلقة انتهت تقريبا، يعني الواضح في نبرة الطرفين الآن من ضيفينا بأن هناك حسن نوايا وهناك حتى استعداد لتقديم تنازلات، لكن كما يقول السيد حويلي المطلوب هو أن يجلس الطرفان وجه لوجه لطرح تنازلات كل طرف حتى يتم ربما الموازاة ما بينها الوصول إلى حالة توافق. لماذا لا تقوم البعثة الأممية
بالدخول في مرحلة جديدة من تسيير الحوار وتجمع الطرفين وجه لوجه؟ طبعا هذا كنت قد ذكرته من قبل وطلبته سيد عبد القادر الحويلي محق في ذلك. هما إخوة ليبيون مهما كان الصراع سيجلسون يوما ما، والأجدى أن يجلسوا اليوم ويتحاوروا لربحا للوقت ولتضييق هوة الخلاف. لكن أظن أن المشكلة يا سيدي منذ عدة أيام أصبحت مشاكل عبارة عن مشاكل شخصية. رأي سمعت ممثل مجلس النواب يقول نحن لا نقبل مسودة يسوى فيها بيننا وبين المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني يقول غير ذلك وهكذا. طيب هل يعني ذلك المماحكات؟ طيب نعم. هل يعني ذلك أن البعثة ستكون عاجزة عن جمع الطرفين في في في, في كلمة لو تسمح؟ نعم البعثة الآن لا تفكر في هذا لأن من مصلحة ليون. أشكرك وأعتذر منك لأننا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. على كل الفكرة وصلت، نشكر كل ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر الحويلي، وعبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، وعبر الهاتف كان معنا من الصخرات العضو المستقل المشارك في جلسات الحوار نوري العبار، وعبر سكايب من باريس الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.